السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي المصطفى، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. التضحية والفداء مفهومان امتلأ بمصداقهما تاريخ الأنبياء والرسل وأتباعهم، وفي القرآن الكريم لهما وجود بارز وواضح. الفداء في الإسلام عبارة عن عقد بيع وشراء، المشتري هو الله تعالى والبائع هو المؤمن الصادق في إيمانه، والمثمن هي النفس الغالية والمال، والثمن هي الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وسلسلة الفدائيين في الإسلام تحوي صفوة الخلق، ومن أعاروا جماجمهم لله تعالى، ومن أيقنوا بوعد الله تبارك وتعالى فهم لا يترددون في المضي على ما عاهدوا الله عليه. هذه السلسلة تحوي من الأبطال المؤمنين الأشاوس الذين تفخر بهم الدنيا، وإن كان للدنيا شيء تفخر به فإنما بهم. يرأس هذه السلسلة، على رأس هذه السلسلة، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، أول فدائي في الإسلام، هذا الذي حمل روحه على كفيه من بداية المسيرة حتى اختتمها مضرجا بدمه، فاديا دين ربه، مضحيا لأجل نبي الإسلام العظيم. إذن سلسلة يحمل رايتها علي بن أبي طالب عليه السلام، لا خوف ولا حزن لمن يدخل تحت ظلالها ويثبت لنفسه مقعدا في صفوفها. أمير المؤمنين عليه السلام الذي امتدحه الله تعالى عندما فدى بنفسه الغالية رسول الله صلى الله عليه وآله، وبات على فراشه في ساعة ختامها
حياة أو موت. فاختار الفداء لأنه لا يتردد للإقدام على صفقة فيها تجارة رابحة مع الله تبارك وتعالى. فأنزل الله تعالى فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري بمعنى يبيع، يشتري غير يشري، كما يبتاع غير يبيع. يبتاع يعني يشتري، ويشري بمعنى يبيع. فأمير المؤمنين عليه السلام لا يملك نفسه، هو باعها الله تبارك وتعالى وقبض ثمنها، وقد خط خطا للشرفاء الأباة الذين وطنوا أنفسهم على أن يسيروا على نهج علي عليه السلام. وفعلا هذه مسيرة قد ضمت في صفها عدد كبير من الشرفاء، من الأباة، من الأبات. أمير المؤمنين عليه السلام الذي تصفه فاطمة عليها السلام فتقول في خطبتها: فأنقذكم الله تعالى بمحمد. بعد اللتيا والتي، وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجم قرن للشيطان، أو فغرت فاغرة من المشركين، قذف رسول الله صلى الله عليه وآله، قذف أخاه، أي علي بن أبي طالب، قذف أخاه في لهواتها، فلا ينكفع حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه. الفداء في الإسلام لا يكون إلا لذي دين ومبدأ، لا يكون إلا لذي بصيرة ووعي، لا يكون إلا لصاحب إيمان وتقوى. الفداء في الإسلام توفيق إلهي عظيم، ليس روح الفداء رخيصة، وليس هو إنسان يائس من هذه الحياة يريد أن يتخلص منها بأي طريقة من الطرق، روحه غالية، ولكنه فدى بها ما هو أغلى منها. باعوا نفوسا لهم قد غلت، وأرخصوا من سعرها المثمنة، واشتروا العلياء نقدا بها، ومشتري العلياء لن يغبنا. ينقل عن شاعر أهل البيت دعبل الخزاعي أنه قال: إني أحمل خشبتي على ظهري. أي خشبة؟ خشبة الصلب، لأن الطواغيت تعودوا على أن يصلبوا شيعة علي عليه السلام المخلصون، المخلصين لدينهم، لعقيدتهم، لأوطانهم، على أخشاب ليكونوا عبرة للآخرين. يقول دعبل فيما ينقل عنه: حملت خشبتي على ظهري 50 سنة أبحث على
من يصلبني عليها. الفدائي لا يريد أن يتخلص من روحه كيفما كان، ولا يرمي بنفسه في التهلكة. هو يشخص تكليفه بشكل دقيق، ولعل فترة التشخيص تمتد لفترة زمنية طويلة إلى أن يحالفه الحظ السعيد والتوفيق الإلهي لأن تخرج تلك الروح من قفص البدن إلى بارئها، مستبشرة بما وعد الله تبارك وتعالى أولئك النفر الذين هم دائما يكونوا قلة. لله درك يا ابن حمدان، لقد تجاوزت بإيمانك وبصيرتك سنين عمرك القصير. لله عمرك من قصير طاهر، ولرب عمر طال بالأدناس. في أي مدرسة مباركة كنت قد تعلمت دروس الثبات والوفاء والصمود والتضحية، وتخرجت منها متقنا هذه المبادئ، موطنا نفسك عليها حتى حان وقت الوفاء ودقت ساعة الصفر، فوفيت بما عاهدت عليه ربك. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. أي بصيرة، أي شهامة، أي حمية، أي أنفة وإباء دعتك لفداء السادة العظماء والقادة الشرفاء؟ لابد أنك استلهمت معانيها وأتقنت فنونها من أسوة حسنة جعلها الله تعالى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أظنه أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين الذي قال يرتجز وهو يفدي القائد الإلهي. سيده ومولاه الحسين بن علي إمام الزمان، الإمام الذي فرض الله طاعته على العباد لكي يأخذ بهم إلى طريق الهدى، إلى طريق العزة، إلى طريق الإباء، إلى طريق السعادة. رأى تكليفه أن يفدي بنفسه الغالية للرخيصة، ذلك الإمام العظيم وذلك الدين العظيم، وجعل الله تبارك وتعالى منه أسوة وقدوة لمن يريد أن يسلك هذا المسلك. والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. ربط الله على قلب والدتك وإخوانك وأخواتك ومحبيك بالصبر والسلوان، ورفع الله درجتك في عليين، وحشرك مع النبيين والصادقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إلى روحه الطاهرة وأرواح شهدائنا الأبرار نهدي ثواب الفاتحة.